صباح الخير عليكم مشاهدينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ساعه هنا. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. طبعا احنا عارفين ان كل اللي شاغل بال الستات دلوقتي حاجتين: البس ايه، وازاي اخس، وازاي بشرتي اهتم بيها. فطبعا الحلقه دي كلها عشان نقولك تلبسي ايه وتهتمي ازاي بصحتك، وازاي نخس ونهتم ازاي ببشرتنا. هيبقى معانا اول فقره دكتوره هدى حمدي، هتكلمنا ازاي نخس، وهتكلمنا ازاي بشرتنا دايما تبقى صافية وفيها نضارة. تاني فقرة هيبقى معانا ستايلست جميلة جدا، بنوتة شابة، شيري شاهين، هتكلمنا بقى وتقولنا ازاي نلبس وازاي نستغل دلابنا. السؤال اللي دايما بنقوله هو احنا ليه ما عندناش لبس، ليه ما فيش حاجة نلبسها، تقولنا نلبس ايه على ايه وازاي نستغل الدولاب بتاعنا. يلا استنوني، هنخرج دلوقتي لتقرير سريع ونرجع لكم تاني مع ضيوفنا. ودلوقتي معانا حالة عن بتشتكي من البطن، ان فيها دهون وفيها ترهلات، فبنشتغل على جهاز تفتيت الدهون وشد الترهلات. بيبقى هو عبارة عن 5 خطوات. بنعمل اول خطوة ببدأ اشتغل بالشفط، هو بيبقى مش شفط قوي، مش المرضى ما يخافوش منها، هو شفط خفيف كده ببدأ اشفط بيها عشان اخلي الدهون تبدأ يحصل لها تحفيز ان انا لما اشتغل عليها. ادخل بعد كده على خطوة ان انا ابدأ افتت الدهون دي بالالترا ساوند، وبعد ما اخلص الالترا ساوند ابدا اشتغل بعد كده على ان انا اشد المكان ده بعد ما انا اتفتت الدهون اللي فيه، عشان مع الدايت ومع الجلسات ما حدش يقول انا عندي ترهلات. عشان كده دايما بنصح ان اي حد يحب يعمل الاجهزه ان يكون مع دايت كنترول، او ان انا عامل يعني كنترول لاكلي، مش لازم اقول دايت دايت عشان ما حدش يتخض من كلمه دايت. وبعد كده بشتغل على ان انا اشد الترهلات بتاع البطن. نبدأ الأول بدينا البيشنت، بعمل لها الأول بنضف لها بشرتها الأول شوية بمية الورد عشان لو في أي شوايب أو كده على البشرة، وبعدين بخليها نقعد على البخار لمدة 10 دقايق أو 7 دقايق بحيث إن أنا بفتح المسام وأبدأ أشتغل. اول خطوه بعمل اللي هو زي شفط كده للرؤوس الشوضه اللي موجوده في الوش وموجوده على الاريا بتاعه المناخير وكده عشان اعرف انضفها. اعمل ترطيب للبشره بالمواد الموجوده في الجهاز اللي هي بتعمل نضاره للبشره. بشتغل بالار اف، الار اف ده وقايه من التجاعيد، ولو في اي خطوط موجوده في بشرتي بتبدا تقل مع الوقت. بعد كده الار اف خلصناه، احنا كده عملنا تنظيف عميق، دخلنا بقى في نضاره البشره نفسها. واشتغل بعد كده بالالترا ساوند، بحط بقى طبقه من اي حاجه مرطبه للبشره، انا بحب استخدم الكولاجين. اخر خطوه بعد كده بروح عامله التونر، بحط التونر على البشره بحيث انها تدي نضاره وتبقى البشره مفتحه قوي كده وجميله. وفي الاخر بروح قافله المسام بتاعتي بالتلج، وده بيبقى جهاز برضو موجود في جزء من الجهاز، بحب ببرد البشره عشان ابدا اقفل المسام اللي موجوده عشان بعد ما خلصت الجلسه ما افقدش بقى المزايا بتاعتها. واخر خطوه بتخلص خلاص المريضة معانا، بنحط لها بقى مرطب للبشرة علشان تحس بالفرق. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومنورنا في الاستوديو دكتوره هدى حمدي، اخصائي السمنه والنحافه وتغذيه الرياضيين. اهلا بيك يا دكتور. اهلا جميله، منورانا. انتي اخبار نورك حضرتك اكتر. ايه؟ الحمد لله.
كل اللي شاغل دلوقتي الناس نخس ازاي من غير ما نعمل عمليات جراحية، من غير ما نعمل دايت قاسي. فطبعا في جهاز بتاع تفتيت الدهون وشد الترهلات، كلمينا بقى عن الجهاز ده. بص يا ستي، الجهاز جميل وآمن جدا لكل الستات. يعني في كتير يقولوا لي يا دكتورة هدى هو آمن مؤلم ولا لا؟ ولا مفيش اي وجع، مفيش هو ألم خالص؟ احنا هنشبهه بالسونار كده، لما بنيجي نعمل سونار مثلا هو حاجه كده شبهه قوي. تمام. في كذا خطوه في الجهاز، احنا الجلسه بتاخد من ساعه لساعه وربع، ناخد راحتنا فيها. بنبدا الاول نشتغل على الدهون، ان احنا نبعدها عن بعض عشان نعرف نفتتها زي ما احنا شرحنا قبل كده، وان احنا ازاي نبدا نفتت الدهون، ونشتغل بعد كده على العضلات، ونشتغل على الجلد المترهل معانا. ودايما اقول للستات اللي بيجوا لي او الرجاله كمان، لما تحبي تعملي جلسات ما تستنيش لما تخسي. انا لما اخس مع الدايت، مع الدايت بتاعي، مش بعد ما اخس، لان بعد ما اخس بيحصل ترهلات جامده قوي في الجسم، فما بلحق ما بعرفش اوصل النتيجه اللي انا نفسي فيها ولا اوصل لها. بقول لهم دايما يا جماعه، تبداي دايت ويبقى عندنا حاجات بايظه في جسمنا نشتغل عليها مع الدايت بتاعنا. الجلسه كل قد ايه يا دكتور؟ يعني ميعاد الجلسه او اقصى حاجه بتبقى 3 جلسات في الاسبوع. 3 جلسات؟ اه، واقل حاجه جلستين عشان احس بالفرق. والفرق على فكره بيبان من 3 جلسة كمان. مع حضرتك بتجاوبنا على الاسئله على طول من غير ما نسال. الجلسات بتاخد قد ايه تقريبا عشان يبان الفرق؟ احنا بناخد، بصي، اول جلسه بتجيلي المريضه، باخد لها المقاسات بتاعتها حسب المنطقه اللي هي عايزه تخسسها. وبعد 3 جلسة بقول لها المقاس بتاعك مثلا اقل 2 سنتي 3 سنتي، في ناس بتوصل ل 5 سنتي مع 3 جلسة. من 3 جلسة على طول بتبان؟ يعني ابدا احس بفرق من 3 جلسة؟ على شرط هنشرب كويس قوي، سوائل كويس قوي مع بعد الجلسه. وابقى ماشيه على، مش هنقول دايت وحرمان، انا بقول لايف ستايل بتاعنا نغير شويه، نلعب رياضه خفيفه، نتمشى، نظبط اكلنا، هتحس بالفرق جدا. هو اكيد يا دكتور هيبقى ارحم، العمليات والجراحه والحاجات دي بتتعب بعديها جدا. كتير بقول لهم كده، انا كتير بقول لهم كده، يعني احنا العمليات بنوصل لها محتاج صبر اعتقد شويه. محتاج صبر ومحتاج اغير اللايف ستايل بتاعي بس. هي البوينت كلها اغير اللايف ستايل، زي ان انا العب رياضه. انا مش بقول تروحي الجيم وما عندكيش وقت، في رياضة بسيطة حتى لو المشي، يعني المشي برضه رياضة كويسة. كتير في الستات دلوقتي بيبقوا قاعدين في التمارين قاعدة جنب ولادها، طب انت قاعدة ليه؟ بلاش نقعد نحكي، قومي اتمشي في تراك، اشربي مية والبسي شوز مريحة وتمشي لك نص ساعة، هتفرق معاكي جدا. تمام. طب دكتور، في ناس كتير بتقول ان الجهاز بتاع تفتيت الدهون وشد الترهلات ده ما بيعملش أي حاجة خالص. بصي، ما بيعملش حاجة لو أنا ما مشيتش على اللي أنا قلت لك عليه في الأول، اللي هو إيه بقى؟ إن أنا أشرب مية كفاية وأعمل دايت كنترول لأكلي، مش أقعد أكل في دهون وقلت أصل أنا بفتتها بالجهاز. لا، أظبط أكلي، أنا بفتت دهون، ما بروحش أكل وأعك الدنيا وأروح أقول لا أنا بعمل جلسات وهحرقها بالجلسات. لا، أظبط حاجتي، أظبط أكلي وحياتي والنوم بتاعي وشرب المية والسوائل والحركة. طب هو المفروض أصلا في عدد معين للجلسات ولا مفيش؟ احنا المينيمم يعني اقل حاجه 6 جلسات، وطبعا بيبقى ستة حسب وخلاص كده، حسب بقى المنطقه. يعني ستة، يعني احنا قلنا 3 هنعملهم في اسبوع صح؟ اه، 3 3 جلسات في اسبوع، يعني اسبوعين وخلاص كده يا دكتور؟ في واحده تقول لك بطني مضايقاني او دراعي مثلا، يعني بتبقى حاجات بسيطه. في ناس في بقى اكبر شويه، نوصل ممكن نوصل لاكتر، ممكن نوصل ل 20 جلسه. طب دكتور، سؤال مهم جدا بقى، الدهون دي بتسيح ازاي؟ يعني ايه بتسيح؟ احنا بنفتتها، هي الخلية الدهنية بتتفتح وتطلع المادة الدهنية من جواها، بتمشي بقى في حاجة اسمها الغدد الليمفاوية، دي بتوصل للكلى. بعد كده انا مع شرب المية بعد الجلسة الدهون دي بتمشي من السوائل بتاعتي بقى في التايلت، بتخرج مني بعد كده. الدهون بقى دي بتروح فين يا دكتور؟ على الكلى، وتروح خارجة من جسمي في البول، في البراز، مع في الاخراج بتاعي. بس ما فيش اي يعني جهاز امن بنسبه كبيره، ما فيش اي مشاكل خالص فيه؟ امن تماما، هو الاهم حاجه. في كلام كتير قوي جاي ان الجهاز مش امن، وان طب احنا عايزين نعرف الدهون بتروح فين، طب بتيح ازاي، اسئله كتير قوي جايه لما عرفوا ان حضرتك هتبقي موجوده معانا. لا، الموضوع سيف جدا. اهم حاجه انا ببقى اهم حاجه عندي ما اكونش مركبه حاجه مثلا في القلب، حاجات اللي هي الماتلز والحاجات دي. دي بتبقى شويه بريكوشنز قبل الجلسه. لكن اي حد كويس ما فيهوش اي مشكله في الكلى والكبد بتاعه بيعملها على طول. طب تمام دكتور، الافضل ان انا استخدم الجهاز بعد الدايت ولا قبل ما ابدا دايت؟ عشان كده نبهت دايما في الاول اقول لازم مع الدايت عشان ما يحصلش ترهلات. مع الدايت؟ مع الدايت يبقى احسن، عشان الترهلات ما تزيدش معايا، ان انت لما بتخسي بتفقدي الدهون، والدهون دي بتبقى عامله طبقه بين الجلد وبين العضله، فده اللي بيزود الترهلات بتاع الجلد. وبيبقى في دهون ما بين العضلات، فلازم نبقى ماشيين مع بعض. طيب دكتور، المفروض ان انا وانا رايحه اعمل الجلسه اكون واكله ولا مش واكله ولا اقل حاجه 3 ساعات؟ 3 ساعات مش واكله؟ اه، 3 ساعات مش واكله.
تمام. المفروض بعد قد ايه بنبدا نحس بفرق ملحوظ في ال في ناس على فكره حست من اول جلسه يعني اول جلسه تخيلي يعني في واحده جت قالت لي يا دكتور انا حسيت لما روحت ان انا حاسه ان البنطلون وسع عليا شويه. في ناس تقول لك من ثاني جلسه من ثالث جلسه، بس هي المضمونه اكتر ثالث جلسه. طب ايه الدهون الاسرع، دهون البطن ولا دهون مثلا الارداف ولا؟ بصي هو كل مريض مختلف عن الثاني، يعني كل مريض تحس ان كل مريض حاله لوحده. وطبعا مع الرجيم الدهون اللي بتبقى متركزه في الارداف والبطن بتخس بصعوبه شويه، فعشان كده احنا بنساعد بالاجهزه دي. طب اول حاجه بنبدا نلاقي فيها نزول ملحوظ ايه؟ البطن. البطن. عضلات الايد والارداف والحاجات دي بتبقى اصعب شويه عشان بقى الحاله جايه لي يعني عارفه مترهله قوي، يعني هو معظمهم مش بيبداوا في الاول، فباخد معاها وقت شويه عشان تبين الفرق معاها. طب دكتور الراجل بيفرق عن الست؟ طبعا طبعا في طبعا حاجات كتير. الراجل بيفرق عن الست في الحرقه عند الرجاله بتبقى اسرع من الستات، احنا الهرمونات برضو الانوثه بتاعتنا بتفرق معانا. لا 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 الحرقه عند الرجاله اعلى بكتير. بيبان عليه كمان في الميزان اكتر، يعني مثلا بيجي لي واحد مع مراته هو يعني بيخس اسرع. طب الكرش بيبقى اسهل ان هو ينزل عند راجل؟ لان احنا خاصة لو الست اللي جات لي عاملة سيزيريان والدة طبيعي ده بيأثر على بطننا، هم الرجالة ما فيش مشكلة في العضلات بتاعته. بس اللي أعرفه يا دكتور طبعا محترمي حضرتك إن الدهون بتاعة الراجل بتبقى لجوه صح؟ والدهون بتاعة الست هي اللي بتبقى لبره، يعني الراجل بيبقى الدهون لجوه ومن بره عضل أعتقد، في الكرش هي بتبقى متوزعة ما بين بره وجوه، بس أعتقد بتبقى جوه أكتر عند الراجل. بس الميزة عنده إن العضلة بتاعته ما تأثرتش بالخياطة بتاعة الولادة، بالشد بتاع الولادة بتاع البطن، عارف الحاجات دي كلها بتفرق مع الست. نشوف الست قبل الولادة وبعد الولادة بتبقى عاملة يعني إزاي. يعني الراجل بيفرق عن الست طبعا الستات برضه أصعب يا دكتور عشان كده دايما أقول لأي بنت تجيلي الحقي نفسك وأنت لسه صغنطوطة حلوة كده، خسي قبل ما تبقي ام وتقعدي بقى تقولي عايزه اخس. يا دكتور دكتور معانا اتصال تليفوني. الو الو صباح الخير. صباح الخير اتفضل. لو سمحتي كنت عايز اسال، المفروض ان انا الافضل وقت ان انا استخدم في الرياضه عشان جسمي يبقى مظبوط، افضل وقت ايه؟ ان انا اعمل في رياضه فبالتالي ان جسمي يفضل مظبوط زي ما هو، ان انا ما يبقاش فيه سمنه ما يبقاش فيه. تمام اوكي. في اي اسئله تاني؟ اوكي ميرسي. افضل وقت؟ افضل وقت الصبح، ده احلى وقت للحرق. يعني انا عايزه اقول لك قبل الفطار وقبل اي حاجه الصبح اشرب الميه بتاعتي بالليمون والعسل كده، واشرب كوبايتين ميه وانزل العب رياضه، اتمشى ساعه، اجري ساعه، اروح الجيم ساعه، اللي هم عايزين يعملوه ده احلى وقت. قبل الشغل كمان بيدي طاقه رهيبه في الشغل. طبعا معظم الناس تقول لك ما عنديش وقت، مش مشكله العب رياضه في اي وقت. يعني يعمل ايه ممكن الصبح؟ نروح النادي نتمشى في تراك بس كده. اتمشى ساعه وخلاص. ساعه بس مشي رياضي فارد ظهري كده، ماشي سريع شويه، حاطط بقى هيدفونز وداني كده عشان اسلي نفسي، اكون معايا حد اتكلم معاه. ده احلى وقت. ممكن ياكل او يشرب حاجه وهو ماشي ولا؟ بصي لو حد تعب او حاجه او معانا بقى طبرايه، معايا عصير بقى اسمه اللي هو مثلا ديتوكس كده. ديتوكس ده جميل جدا، عباره عن ليمون ونعناع في الميه بتاعتي اللي معايا. بتساب قبليها. طب دكتور المفروض ان احنا بعد ما بنعمل الجلسات بتاعه تفتيت الدهون بنرجع نتخن تاني؟ نرجع نتخن تاني لو بوظنا اللايف ستايل بتاعنا تاني. هنرجع نتخن. طب دكتور ليه بيقولوا بيخس بالسنتي يعني دي مش فاهماها قوي. الدهون بتاخد مساحه في الجلد بتاعنا والعضلات بتاعتنا، فانت بتخسسيها بتفتتيها فبتقل المساحه دي، عشان كده لازم اقيس بالسنتي. يعني بتقيسي الوسط بالسنتي؟ الوسط واي منطقه انت عايزه تخسسي بيها بقيسها بالمازوره. فعشان كده بقول لهم بعد ما تخلصوا الجلسات في حاجه اسمها المواظبه بقى على الجلسات. بدل ما اعمل 3 جلسات في الاسبوع اعمل جلسه واحده في الاسبوع، احافظ على انا على التعب اللي انا تعبته قبل كده. تمام. طب دكتور موضوع السن، يعني احنا قلنا بيفرق راجل عن ست، موضوع السن لو حد مثلا بنوته شابه لسه بيفرق يعني بيبقى الحرق معاها اسرع؟ طبعا احسن بكتير، ما فيش بقى هرمونات الانوثه زادت عندها بسبب الخلفه والجواز وكده. بيبقى موضوع ان هي تخس بيبقى اسهل بالنسبه لبرضه الولاد الصغيره نفس الكلام. نفس الكلام. موضوع امن عليهم يا دكتور؟ جدا تماما. تمام اوكي. طب عايزين نصيحه بقى من حضرتك لاي حد عايز يخس. نصيحه شرب الميه، يعني اقل حاجه 3 لتر ميه في اليوم. الحركه اتمشى نص ساعه ساعه، العب اي نوع من انواع الرياضه،
دلوقتي في بقى الزومبا، في ايروبكس في البيت. حتى الستات اللي بتجي لي في العياده اقول لهم لو ما عندكيش وقت البيبي ينام شويه، العبي نص ساعه رياضه، شغلي اي حاجه من على النت واعملي حركه مواظبه لمده نص ساعه، ثلاث ايام في الاسبوع. واهم حاجه بعد الساعه 7 اقلل كميه النشويات والسكريات اللي داخله جسمي. تمام دكتور، بقى نتنقل لجزء تاني وهو تنظيف البشره. جهاز الهايدروفيشيال لتنظيف البشره، يعني ده بيبقى جهاز بنشوف الفرق من اول مره، من اول جلسه بستخدم الجهاز ده بنشوف الفرق في نضاره البشره؟ بيبان جدا، انت بتعملي تنظيف عميق قوي للبشره. ممكن تكلمينا عن الجهاز ده اكتر؟ الجهاز عباره عن كذا خطوه مع بعض، هو بيبقى تنظيف عميق للبشره ومعاه كمان نضاره ووقايه من التجاعيد، ولو في الخطوط الخفيفه اللي بدات تظهر بعد سن الثلاثينات ده بتقل جدا، بس مع المواظبه برضو. يعني مش هقول للبيشنت انت هتخرجي من عندي دلوقتي كل الخطوط اللي في وشك راحت، لا، اواظب عليها. موضوع تنظيف البشره يا دكتور بقى في كل البيوتي سنتر والحاجات دي، فموضوع بقى مقلق برضو، فالجهاز ده ايه اللي هيفرقه عن اي مكان تاني؟ هو الجهاز عباره عن ان انت بتعقميه طبعا، انا يعني لازم يتعقم ما بين كل عيانه والتانيه، وبستخدم خطوات كتيره قوي، ويعني احنا بنستخدم 7 خطوات في الجلسه عشان خاطر اوصل النضاره اللي انا عايزاها. هو المفروض كام جلسه؟ احنا بنعمل جلسه واحده في الاسبوع. جلسه واحده بس، وكل واحده محتاجه عدد جلسات غير التانيه؟ بصي، هي جلسه واحده في الاسبوع، ممكن 4 مرات في الشهر لو انا عايزه اعمل كده، لو انا الموضوع محتاج مني اطول شويه بكتر تاني مش مشكله. طب الوقت قد ايه دكتور؟ الجلسه بتاخد ساعه ونص. ساعة ونص. الخطوات بتاعته ايه؟ مبدئيا لازم انضف البشره كويس قوي، وبعد كده بستخدم لو في بستخدم سكراب للبشره، وبعد ما استخدم سكراب بستخدم بخار بقى افتح المسام عشان ابدا اشتغل. انا الخطوات بتاعت الجهاز عباره عن شفت الرؤوس السوداء والدهون اللي موجوده، الطبقه اللي موجوده على البشره، وبعد كده بعمل سكرابنج للبشره، بشيل بقى الطبقه اللي انا اشتغلت عليها بالشفت ده. وبعدين بستخدم بقى كذا حاجه في النص فيها سوائل كده بتبقى بتزود النضاره بتاعت البشره ومغذيه، انا بغذيها باكسجين وهيدروجين، يعني حاجات بتزود النضاره. وفي كولاجين كمان بحطه على البشره، كل بشرتنا كلها يعني انت بتحاولي تحفزي الكولاجين اللي موجود في البشره. بعد كده بستخدم بقى خطوات تانية زي الار اف والالترا ساوند، ده بقى بيساعدني ان انا ادخل السوائل اللي استعملتها والكولاجين ده جوه البشره. ولو في ترهلات في وشي او اللي هي الخطوط اللي موجوده دي بتقل مع الوقت بقى مع الالترا ساوند ومع الار اف. وبعدين بقى بقفل بقى البشره دي بالتلج عشان لازم التلج. الجهاز فيه حاجه زي مبرد كده بتعمل حاجه بتسقع قوي كده مكان ما انا كنت بشتغل عشان ما ينفعش اسيب المسام مفتحه. وبعدين بعمل ترطيب خفيف للبشره وبتحسي بالفرق جامد قوي. تمام، احنا معانا تليفون. الو، صباح الخير. صباح الخير، اتفضل. منى من دخله. اتفضل حضرتك. انا جات لي فتره كده ظهر لي كرش بطريقه غريبه، ما اعرفش ايه الاسباب. تمام، يعني جسمي كويس، يعني جسمي مثالي يعني، بس بصيت لقيت كرش كده بطريقه يعني ايه، حسيت ان مثلا يعني انا مثلا باجي من الشغل متاخر فبضطر اكل بالليل. بتاكل بالليل وتنام؟ اكل بالليل وانام، طبيعه شغلي ان انا برجع بالليل يعني. سن حضرتك قد ايه؟ سني 40 سنه. 40؟ تمام. معلش، هو عايزين نعرف هو بيسوق عربيه كتير؟ حضرتك بتسوق ولا مش بتسوق؟ لا مش بسوق. لا مش بيسوق. اوكي ماشي، ميرسي جدا لحضرتك. في اي اسئله تاني؟ شكرا يا فندم. ميرسي. ايه دكتور موضوع الكرش؟ هو عنده 40 سنه يعني مش شاب صغير. يعني بصي، الموضوع ان هو قال ان هو بياكل بينام. دي المشكله دايما. اقول لهم يا جماعه، اللي معظمنا وقت شغلنا طويل قوي، لازم وجبه الفطار، ولازم يبقى معايا سناكس في النص كلها في الشغل، خضار، يبقى معايا فاكهه، يبقى معايا حاجات يعني خفيفه زي الفشار. انا ممكن اعمل الصبح شويه فشار معايا واخدهم معايا، بحيث ما اروحش على البيت الساعه 7 8 اروح واكل الوجبه الاساسيه بتاعتي وانام. طيب عملت كده واضطريت ان انا اكل وجبه، ما اكلش بقى النشويات بعد الساعه 7، الغي بقى بند النشويات خالص من الوجبه، اكل الخضار والبروتين والسلطه اللي موجودين. تمام، هنرجع تاني بقى يا دكتور للهايدروفيشنال. هو بينفع مع كل انواع البشره ولا بينفع مع كل انواع البشره؟ ومهم وحلو قوي للبشره الدهنيه، عشان لو في اثار الحب الشباب موجود في البشره، الاماكن الداكنه في البشره بتاعتنا برضو بتفرق جدا من الشمس وكده. استخدمت حاجه غلط لبشرتي اثرت عليها، عايزه ارجع لون بشرتي تاني. البشره الجافه طبعا بغذيها كويس قوي، البشره الميكس برضو نفس الكلام. طب دكتور بينفع مع اي سن؟ طبعا بينفع مع اي سن. السن الصغير؟ السن الصغير انا بقول بنتكلم على سن ايه، بنات سن المراهقه مثلا، بتبقى وشها بهدل من الحبوب او كده، ده طبعا مناسب ليها قوي. طب دكتور ازاي احافظ على بشرتي بعد الجلسات؟
شرب الميه. بصي انا قلت لك شرب الميه لا ما ده دي انا بقول لك شرب الميه بالنسبه للخساسان وبالنسبه للبشره. انت البشره دي او جسمنا عامل زي التربه كده بتسقيه لازم اسقي. انا ما بشربش ميه خالص. لا ده غلط. والشعر كمان يعني تيجي تقول لك انا شعري بيوقع احنا لازم نسقي الحاجات دي. انت بتسقيها بترويها محتاجه ميه حتى لو انت مش عطشانه. لا جسمك بيبقى محتاج ميه. البشره ان انا يعني تعبانه جدا وبحس بشرتي يعني لازم لاني بنسى اشرب ميه. بننسى نعمل بقى اي حاجه في التليفون بتاعنا كده فكرنا بموضوع الميه. في ابلكيشنز كتير شرب الميه. البشره بقى كمان خاصه البنات والستات اللي بيحطوا ميك اب كتير ما نمش بالميك اب نيفر ايفر. انا انام بالميك اب امسحه كويس وارطب بقى بشرتي بالليل احط اي كريم مرطب لبشرتي. وعلى فكره الصبار طبيعي رائع 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 على البشره على البشره وعلى الشعر. الشعر كمان ده كان زمان عشان كده طلعت زيوت وحاجات كده كتير. انت تجيبيه النبته نفسها في البيت يعني انت تجيبيها وتقطعيها كده بتشوفي انت الحاجات دي على الفيسبوك كتير قوي تقطعي الحتت اللي هي زي ماسك كده او حاجه. نعم ماسك او حاجه لل ماسك او انت تمسكي نفسها الورقه نفسها بعد ما تقطعي الحاجات اللي بتعور دي وحطيها على بشرتك واعملي مساج لبشرتك وخلاص ونام. ده حلو قوي. دكتور الجهاز ده بينفع للتجاعيد اللي بتظهر في الوش ولا لو التجاعيد في الاول اللي هي الحاجات الخفيفه بس لكن التجاعيد الصعبه دي الصعبه دي بقى حاجات بيبقى فيه اجهزه اقوى شويه وطبعا بنضطر نعمل عمليات او بقى نحقن او كده. طب الجهاز برضو يعني مع البقع الداكنه والتصبغات اللي بتبقى موجوده بيعمل ايه؟ طبعا احنا بنعمل انت بتغذي المنطقه دي وبتعملي بيلينج بتعملي تقشير للاريا اللي حصل المنطقه اللي حصل فيها التصبغات دي عشان كده مع استمراريه يعني مش من اول مره يعني هتلاقي مثلا يا دكتور تبدا البقع الداكنه دي تروح اربع جلسات اربع جلسات. طب انا هجي لك يا دكتور هجي لك عشان نشوف موضوع البقع الداكنه. طب بالنسبه لحب الشباب الحب الشباب نفسه ليه علاج نعمله ايه بقى ايه بقى يعني الحب شباب في الجهاز بيبقى فيه كده حاجه بروب كده لوحده للحب شباب نفسه وفي بروب تاني كمان لل يعني زي ما بنشتغل على التصبغات اللي في البشره بنشتغل على اثار حبوب الشباب اللي في البشره. تمام. طب دكتور لو جات لك عروسه وقالت لك ان انا لا عايزه اعمل جلستين ثلاثه تنظيف بشره بتعملي ايه؟ الستبس هي ما عندهاش وقت. والله بصي يعني انا ممكن اكثف لها ماكسيمم اقصى حاجه جلستين في الاسبوع. جلستين لكن اكتر من كده صعب قوي. عشان كده برضو العروسه تبقى تدينا بس سبيس شويه يعني في الخساسين كمان والبشره شهرين مثلا ولا حاجه. لا هي بتبقى جايه خلاص على اخر وقت انا عايزه انضف بشرتي بس صعب قوي ان احنا نديها اكتر من ثلاث جلسات يا دكتور اعتقد. يعني هيبقى لود على البشره. انت بتشتغلي على طبقات في البشره عشان ما يلتهبش مننا بس. طب وجفاف البشره والحاجات دي ليه علاقه ولا؟ ما هو الجفاف برضه زي ما قلت لك احنا في حاجات مغذيات في الجهاز بتغذي البشره بالاكسجين والهيدروجين كده. الناس هتستسهل يا دكتور مش تعمل حاجه في البيت وهتيجي على طول على الجهاز ده ولا هيشربوا ميه ولا هيعملوا حاجه. لا لازم ميه. بصي الميه دي لازم اساسيه. تمام. طب دكتور بقى نصيحه من حضرتك كده لكل السيدات اللي بيشوفونا ازاي يحافظوا على بشرتهم ويستمروا ازاي؟ زي ما اتفقنا رقم واحد شرب الميه بتاعنا. ميه يا جماعه. ايوه نبعد بقى عن الحاجات شرب البيبسي والحاجات اللي هي الحاجات الغازيه وكده. وبعدين الاهتمام تمام طول ان انا ارطب بشرتي دايما كل يوم بالليل قبل ما انام. ده اهم حاجه. تمام. دكتور ميرسي جدا لحضرتك. حضرتك نورتينا. ميرسي انا اللي ميرسي. وعايزين بقى حلقات كتير جدا من حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله كان معانا دكتور هدى حمدي اخصائي السمنه والنحافه وتغذيه الرياضيين. هنطلع الفاصل نستقبل ضيوفنا.